محبة وتزيد ورودا وتلاوة وترى عين الرحمة وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. تلاوتنا المنهجية في هذه الحلقة هي الصفحة 87 بعد 103 من الآية 13 إلى الآية 20 من سورة القصص. أتلو وبعد ذلك نفتح الهواء لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب
قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد أن يصحح علينا قراءته ولمن أراد أن يسأل في علم التجويد. معنا أول اتصال من الأخت نسيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا نسيبة، أهلا وسهلا، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلنا ليلكم سباتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المغفرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. انتبهي للغنة. وجنات ألفافا وجنات ألفافا. حسبك، بارك الله فيك يا نسيبة. معنا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا محمد، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان. محمد تقرأ برواية الإمام قالون أم برواية الإمام حفص؟ حفص. برواية الإمام حفص. أختك التي قرأت نسيبة؟ إيه. الصوت قريب، سبحان الله. طيب هي قرأت لقالون وأنت ستقرأ لحفص. طيب أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان أن يفجر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نعم، حسبك يا محمد، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة، كذلك أختك نسيبة تلاوتها جيدة. نسأل الله أن يوفقكما وأن يفتح لكما فتحا مبينا يا محمد ويا نسيبة. معنا الأخت أميرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين. هذا طويل جدا هذا. عفوا أميرة، ست حركات فقط،
طا هذا حركتين، فضعفي هذا المد، طا سين فقط لا نزيد عن هذا. طا سين. طيب لا هذا طويل جدا، حاولي أن تضبطي المد يا أميرة. طا سين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك نبأ موسى وفرعون بالحق نتلو. عفوا أنت تقرأي سورة القصص؟ نعم. طاسين ميم، أنا سمعتها طاسين فقط. طاسين الكتاب المبين نتلو عليك النبأ موسى وفرعون بالحق نقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يدبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين عفوا يا أميرة، ونمكن لهم في الأرض، لأن هذه بداية آية. ونجعلهم الوارثين. نقف هنا ثم نبتدئ ونمكن لهم في الأرض. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما مما كانوا يحذرون. حسبك. وأوحينا إلى. بارك الله فيك يا أميرة. معنا الأخت رغد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا رغد، حياك الله، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله. رغد لا تقولي أعوذ وإنما قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. قلقي للقاف. يقتتلان. انظري للقاف على الشاشة، القاف ملونة باللون الأزرق وهي حرف قلقلة. يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي. الباء ليس بعدها ياء. قال ربي، ولا نمد هذه الباء، لا نقول قال ربي. قال ربي. لا نقول هذا. قال ربي إني.
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. رقق الراء. فاغفر لي فغفر له. فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت أيضا هذه الباء ليس بعدها يا. قال ربي بما ربي بما قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنفره بالأمن. لا تتنفسي أثناء القراءة، لا تتنفسي أثناء القراءة، أعيدي من أول الآية. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. انتبهي لمد الصلة. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. حسبك وجاء حسبك بارك الله فيك يا رغد. معنا الأخت نور الهدى، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. شكرا شكرا على البرنامج يا شيخ، ربي يحفظكم. آمين وأنتم كذلك، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم. لا تتنفسي أثناء القراءة. الذين يظهرون الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذين يظهرون منكم من نسائهم. من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم. انتبهي للغنة. إن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. انتبهي للغنان. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة قبل أن يتماسا. مازال المد أطول. مازال المد أطول لأن هذا مد لازم. يتماسا ست حركات. يتماسا. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. حسبك بارك الله فيك يا أختي نور الهدى. معنا الأخ هشام، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا طيب وسهلا يا أخي. أهلا بك أخوي، معك طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ إذال عفوا يا هشام، إذال معجمة من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. أعوذ 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 بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. انتبه للغنة، غنة الميم. غنة الميم. طاسين. عفوا يا هشام. اسمعني. طاسين ميم.
الغنة غنة الميم، لأننا نحن في الحروف المقطعة في أوائل السور نلفظ أسماء الحروف، فعندنا طا سين آخرها نون ساكنة، ميم أولها ميم متحركة، فندغم النون في الميم إدغام بغنة، والإدغام بغنة يحتاج غنة طويلة، فانتبه لهذا إن شاء الله. طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة. الهمزة الثانية مسهلة، أنت تقرأ لي قالون. لا نقرأ بحفظ يا شيخ. نعم حقق الهمزة الثانية إذن أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. حسبك بارك الله فيك يا أخي هشام، معنا الأخ مالك وهو آخر متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا مالك، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، فوجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، لا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله بارك الله فيك يا مالك، تلاوتك جيدة، زادك الله توفيقا. الأخت رغد، أيضا الأخت نور الهدى، لا تتنفسنا أثناء القراءة، يعني لما نحن نتكلم بهواء الزفير، الهواء الخارج من الرئتين، وهذا الهواء ينفذ، فإذا ضاق نفسنا وأردنا أن نتنفس نقف في أي مكان في الآية، أي موضع في الآية نقف عليه نتنفس ونملأ رئتينا بالهواء، ثم إن كانت الكلمة التي بعد هذا المكان اللي وقفنا عليه لو كان من المناسب أن نبدأ بها نبدأ بها، وإن كان الابتداء بها غير مناسب فنرجع كلمة أو كلمتين أو ثلاث للخلف ونواصل القراءة، أما التنفس أثناء القراءة فهذا لا يصح، انتبهي لهذا يا رغد ويا نور الهدى. الأخت أميرة والأخ هشام، طا سين ميم، عندنا طا هذه نمدها بمقدار حركتين، سين ست حركات، آخر سين عندنا نون ساكنة، بعدها ميم هذه ست حركات. النون الساكنة في آخر سين جانا بعدها إيش؟ جانا بعدها ميم ساكنة، ميم متحركة، فندغم النون الساكنة في الميم فينشأ عندي إدغام بغنة، فلا بد من الإتيان بالغنة، والغنة هنا تكون أكمل ما تكون، هكذا طاسيم ميم، انتبهوا لهذا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، ألقاكم إن شاء الله السبت وأنتم على خير في مثل هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.